وحدة من جديد ينضم إلينا مرة أخرى الأستاذ رجال السلمي، خبر سار وكيل الرئيس الهيئة العامة للرياضة للعلاقات والإعلام. أبو خالد حياك الله. أبو خالد أهلا وسهلا مرة أخرى. أنا أعتذر أنه أعود لكم مرة أخرى للحديث، لكن بعد حديث الأخ عبد الله خقير والكابتن عبد الله يتحدث عن الوحدة وعن أهمية الاهتمام بها، أنا أعتقد واحدة من الأشياء المهمة التي لابد أن تكون هي استفادة الوحدة من أبنائها، وواحد من أبنائها هو عبد الله خوقير. ولذلك معالي المستشار الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ يرى أنه من المهم جدا، بل ويرى من الضروري أن يكون عبد الله على رأس الجهاز في كرة القدم، سيكون فريق مديرا للفريق ما شاء الله. ويأمل أن يتم هذا خلال التحضير لهذا في الموسم القادم من الغد، ولذلك ينتظر غدا لبدء هذه المرحلة الجديدة إن شاء الله يستاهل بالحديث معه ووضع كل ما يخص نادي الوحدة، وأن يكون عبد الله خوقير مديرا للفريق في الموسم القادم. يستاهل هذا إذا أردنا فعلا أن نعمل لأجل المستقبل. ولذلك ننتظر الأخ عبد الله خوقير غدا إن شاء الله للحديث في هذا الجانب ليصبح مديرا للفريق ويبدأ مهمته إن شاء الله في الموسم القادم، لأن الوحدة غالية علينا كثيرا. صحيح. وغالية على كل رياضي لمكانته وللمكان الذي يحتلها في قلوب الجميع. يستاهل. الحين ابو خالد عبد الله ترى بيطلع من الخيمه على المطار على طول، بيروح مكه. لا بكره بيروح بيقابل المستشار ولا بتجتمع معهم بعد تطلع مكه؟ معك انا. يعطيكم العافيه ابو خالد. شكرا لكم. شكرا لكل ما تقدمونه للرياضه السعوديه. مبروك ابو عبد الله. مبروك. تستاهل. الله يبارك فيك. هلا هذا واجب ناديه هذا، وفي نفس الوقت حقيقه انا اشكر المعالي المستشار والاستاذ رجب برضه، والثقه هذه الممنوحه والثقه، وانا ان شاء الله حقيقه يعني الاخبار الساره هذه والدعم دعم الدعم الا في الحلم يمكن. الحمد لله. وانا اتمنى واوعد المستشار واوعد الاخوان والجماهير الوحداويه ان شاء الله اني اكون عند حسن ظنهم. انا سبق وانا اشرفت على فريق كره القدم بنادي الوحده، وانا رجل احب اني اخدم ناديه ومنطقتي بناء على 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 المعطيات اللي انا شايفها. الاقي الدعم الموجود هذا لا محدود وبالشكل هذا، انا مستعد. ناديه غالي علي ومنطقتي، واظل ارجع لناديه. كفو والله. واشكر المستشار على الثقه الغاليه، لانه هذه الثقه اللي منحني هي والدعم اللي هو اعطاني هو الان. انا اروح اشتغل خلاص. شفت عبد الله عبد الله ايش كنت اقول لك اليوم في هذا؟ قلت الوحده ما حتقوم الا بابنائها. نعم 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 هذا كلام قلت. قلت مثلا انه فلان وفلان ما حتمشي، وان شاء الله نحن الان الكره في ملعبك وان شاء الله وكل الوحده ناصر، وان شاء الله ان شاء الله ابو ماجد. هذه يبغى لها عشوه ترى والله. كلكم شوف ابو علاء، انا قلت لك قبل شوي بتعشينا اليوم، وان شاء الله نادي الوحده بكره قدام على الخيمه خلاص. حلال مو حق وحتشوف الوحده وتشوف حضورها وتشوف ملعب الشرايع. طيب وقدام الاتحاد اللي كان بيتملى وتشوف ملعب جده جماهيرنا قدام الاهلي بس. اليوم الاستاذ احمد الشمراني يقول لي جماهيركم كانت تناصفنا الملعب في والله في جده بس قدام الاهلي. لا الاتحاد قدام الفرق كلها. احنا انهزمنا من الاتحاد 3-2 في اخر مباراه في الموسم اللي حققنا فيه المركز الثالث، وكان جمهور الاتحاد وجمهور الوحده النص بالنص بالنص في الملعب. صحيح. في جده في مباراه تاريخيه 3-2 والاتحاد كان بطل اسيا. بعد ذهب يا عندكم سبعه جاهزين ان شاء الله تمشي اموركم ان شاء الله خير خلاص. يعني مبارك العم عاطي الموركي. لا لا البلد اللي عندها الاحمر الابيض ومكه وكل حاجه، وعندها عاطي وعندها الجماهير، والدعم جايها تستاهل من المستشار. ما تشتغل اقول لك دحين، قول لي قوم اطلع الرحله ولا اطلع عبد الله. ما قد انا ابو ماجد قبل كذا اقول لك ابو ماجد ما لقيت كذا ابو ماجد. انا قلت لك بدايه الحلقه وش قلت لك بدايه اول ما بدينا؟ والله الورد هذا قلت لك اشتقنا يا وحده. اشتقنا والله. انت قلت لي اشتقنا يا وحده. اشتقنا وان شاء الله خير. ومكه فيها رجال وبرضه ما استغنى.